بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. طبعا نظرا للظروف اللي احنا فيها وعدم وجود محاضرات مباشرة، فنحاول شرح الأجزاء المتبقية طبعا بعد حذف كتير من الموضوعات عشان نختصر المادة، ونفكركم بالنقط اللي احنا خدناها والجزء اللي هو المتبقي هيبقى موضوع. الاجزاء اللي احنا خدناها 4 نقط، موضوع واحد وهو المبادئ والمتطلبات. اول مبدأ التركيز على العميل، اهم شيء في ادارة الجودة الشاملة العميل وتلبية احتياجات العميل هي الاساس، بل قلنا التفوق على هذه الاحتياجات بيبقى هدف اساسي للمنظمة. وبالتالي مفهوم طلع customer oriented او الاهتمام بالعميل، او العميل هو بؤرة الاهتمام، او العميل هو الذي يدير المنظمة. بمعنى كل نشاط يتم داخل المنظمة لابد ان يكون هدفه سواء المباشر او الغير المباشر هو اضافة قيمة معينة للعميل. من هنا الطلب الثاني هو التحسين المستمر، بمعنى quality non stop، الجودة ما بتقفش. والتحسين المستمر معناه ان احنا بنعمل تطوير وتحسينات جزئية مستمرة على المنتج، بحيث ان احنا نتوافق دائما مع تطور اذواق العملاء او اذواق المستهلكين. يبقى اي تغير يبقى لازم يكون قصاده مرونة من المنظمة في تطوير المنتجات بتاعتها عشان تستحوذ على النصيب السوقي الاكبر نتيجة للتميز بتاعها في انتاج منتجات بجودة مناسبة. المبدأ الثالث المشاركة، بمعنى ان الجودة مسؤولية الجميع، الجودة مسؤولية كل فرد داخل المنظمة، الجودة ما هياش مسؤولية قسم او ادارة فقط. فقسم المبيعات مسؤول عن الجودة، قسم الصيانة مسؤول عن الجودة، قسم العلاقات العامة مسؤول عن الجودة، قسم الانتاج مسؤول عن الجودة، قسم التسويق مسؤول عن الجودة. جميع الانشطة اللي بتتم داخل المنظمة لابد ان تتم بجودة معينة. وبالتالي من هنا جت كلمة الشمولية. الشمولية اللي بنعنيها ان الجودة في كل شيء، جودة في اهداف، جودة في سياسات، جودة في انشطة، جودة في لوائح، جودة في قوانين، وفي النهاية هيبقى فيه جودة في المنتج اللي بيصل الى العميل. الرابع الوقاية او منع الخطر، بمعنى ان المبدأ من مبادئ الجودة الاساسية منع الخطأ وليس اكتشاف الخطأ. عشان كده بنقول الجودة الشاملة ما فيهاش تفتيش وفحص. الجودة الشاملة بتصمم النظام بطريقة لا يحدث عن تشغيل هذا النظام اي انحراف او اي خطأ. وبالتالي غير مسموح انه ينتقل من عملية الى عملية اخرى باخطاء ونقول ما هتتراجع في الاخر. لا، ممنوع منعا باتا انتقال الخطأ من اي مرحلة الى مرحلة اخرى، او من اي فرد الى فرد اخر، او من اي قسم الى قسم اخر، او من اي ادارة الى ادارة اخرى. فهنا تصميم النظام نفسه بيمنع الخطأ بمبدأ الوقاية خير من العلاج. طب اللي بعد كده هو القيادة الفعالة، ومعنى كلمة قيادة يعني القدرة في التأثير في الاخرين على اساس مقومات معينة بتبقى موجودة في المدير قد لا تتوفر في كل المديرين. فهيبقى عندنا في فرق ما بين المدير القائد والمدير غير القائد. المدير القائد هو اللي بيستخدم مقومات معينة وسمات شخصية في ادارة العاملين، اما المدير غير القائد فهو بيعتمد على مركزه الوظيفي فقط
في إدارة العاملين. فالمدير القائد بيركز على العلاقات الإنسانية، المدير القائد بيركز على النقاط الأساسية، المدير القائد يهتم بالكليات. المتطلب اللي بعد كده الإدارة الفعالة للموارد البشرية. قلنا قبل كده ان اهم عنصر في منظومة الجودة الشاملة هو الفرد، وده كان سبب اساسي لنجاح اليابان في مفاهيم الجودة الشاملة، لان الفرد الياباني فرد ملتزم بالعمل، الفرد الياباني بيقدس العمل، الفرد الياباني ما بيحبش يغلط، الفرد الياباني بينفذ التعليمات بكل التزام وكل صرامة. من هنا بنقول ان الموارد البشرية مهمة جدا داخل المنظمة اللي بتهتم بثقافة الجودة الشاملة. من هنا ايضا بنقول يبقى لازم المنظمة تهتم باستقطاب العمالة الجيدة، لازم المنظمة يبقى عندها معايير جيدة للاختيار، لازم المنظمة توظف العنصر البشري اللي عندها توظيف جيد. يعني ايه توظفه توظيف جيد؟ يعني تحقق منه انتاجية وعائد تفوق تكلفته، تفوق الاجور، الاجر اللي بياخده او المرتب اللي بياخده او المزايا اللي بياخدها او المكافآت اللي بياخدها. لازم اخد من الموظف اكتر ما انا بديه. يبقى اذا الاساس المتطلب اللي بعد كده التعليم والتدريب المستمر. اتفقنا في المبدأ الثاني لمتطلبات الجودة الشاملة التحسين المستمر. فطالما في تحسين مستمر يبقى في تطوير في الأداء، في تطوير في الطرق، في تطوير في الأساليب، وبالتالي لازم يقابله تدريب مستمر وتعليم مستمر عشان يتوافق مع هذا التطوير. المتطلب اللي بعد كده تهيئة مناخ مناسب للعمل طبقا لثقافة الجودة الشاملة. في حاجة بنسميها الثقافة التنظيمية، اللي هي مجموعة القيم والمبادئ والقواعد والأسس اللي بتؤمن بيها المنظمة وبتبقى سبب في تصرفات وسلوك معين. فاحنا بالنسبة للجودة الشاملة بنقول في ثقافة خاصة بالجودة الشاملة، يبقى عندي أطر معينة وأسس معينة وقيم معينة تختص بمدخل الجودة الشاملة. لابد ان هذه الثقافات والقيم والأسس تبقى متوفرة في العاملين وفي سياسات المنظمة اللي عايزة تدخل مفهوم الجودة الشاملة في إدارتها. المبدأ اللي بعد كده او المتطلب اللي بعد كده مبدأ إدارة العملية. احنا عارفين ان اي نظام بيتكون من ثلاث عناصر أساسية: مدخلات، عمليات، مخرجات. ببساطة شديدة مبدأ إدارة العملية مفهومه إزاي نحصل على أكبر مخرجات من أقل مدخلات. فقط على المخرجات لا، إحنا بنركز على كل ما هو منوط بمكونات النظام. يبقى النظام او المنظومة مجموعة متفاعلة من المكونات بينتج عنها اداء معين. الادارة بالنظم عملية تفاعل العمليات لتحقيق اهداف المنظمة. الادارة بالنظم مدخل بيسهم في تحقيق الكفاءة والفعالية للهيكل التنظيمي. ليه؟ لان الادارة بالنظم نظرة كلية على جميع الانشطة داخل المنظمة وليس نظرة جزئية. فبما ان احنا بنطبق مفاهيم الجودة الشاملة يعني الجودة الكلية، يبقى لابد أن نراعي في مفاهيمنا مفهوم الإدارة بالنظم. المبدأ اللي بعد كده الإدارة بالحقائق. يعني إيه الإدارة بالحقائق؟ ببساطة شديدة الاعتماد على المعلومات الدقيقة. نتحقق من أي معلومة بتؤثر في اتخاذ قرار معين او في اداء عملية معينة او في اداء نشاط معين من ان هذه المعلومات دقيقة، لان احنا لو دخلنا معلومات خاطئة الناتج هيكون. المبدأ اللي بعد كده
العلاقات القوية مع الموردين. مهم جدا عندنا في مفاهيم الجودة الشاملة وفي ثقافة الجودة الشاملة التعامل مع المورد. في مفاهيم الجودة الشاملة المورد شريك، يبقى فيه كأننا في عنصر شراكة بيننا وبين الموردين، ومن هنا بنقول أهمية العلاقة دي لازم تكون علاقة جيدة في صالح الطرفين. العملية مش خناقة ما بين بائع ومشتري، ده عايز يكسب من ده وده عايز يكسب من ده، لا، في مفاهيم الجودة الشاملة هي علاقة شراكة أكثر منها علاقة بيع وشراء. المتطلب اللي بعد كده إنشاء نظام معلومات لإدارة الجودة الشاملة. أي قرار في الدنيا بيحتاج إلى معلومة، ولازم تكون المعلومة دقيقة والتأكد من المصادر السليمة لهذه المعلومات. فثقافة الجودة الشاملة بتحتاج إلى مجموعة من القرارات ومجموعة من الأدوات اللي احنا بنستخدمها. فلابد إن احنا يكون عندنا نظام معلومات جيد عن المنافسين وعن السوق وعن المواد وعن الموردين وعن كل ما يفيدنا في تنفيذ الأنشطة بتاعتنا تنفيذ جيد. الحالة الاقتصادية، الحالة السياسية، كل دي مجموعة من المعلومات بتؤثر في أداء المنظمة. فلازم يكون المبدأ الأخير قياس الأداء للإنتاجية والجودة. يعني إيه؟ يعني إحنا عايزين نقيس الجودة. يعني إيه نقيس الجودة؟ يعني عايزين نشوف مقاييس للأخطاء اللي ممكن تحدث للجودة. مش معنى إن أنا بمنع الخطأ يبقى ما عنديش قياس للخطأ لو حدث. يبقى إذن هناك بعض الأساليب الإحصائية اللي بتستخدم في قياس نسب المعيب، واحنا عارفين طبعا ان اشهر مقياس للجودة الشاملة هو السكس سيجما. والسيجما زي ما حضراتكم عارفين هو انحراف معياري، يعني انحراف القيم عن وسطها الحسابي. ففي جدول بيبين لنا مستوى السيجما وعدد الأخطاء نتيجة لهذا الانحراف المعياري. هنا الأخطاء هتبقى لكل مليون وحدة أو لكل مليون فرصة. فلو عندي مستوى سيجما واحد هيبقى عدد الأخطاء أكبر من 320 ألف خطأ. لو عندي 2 سيجما هيبقى 320 ألف. لو عندي 3 سيجما يبقى 66، وهكذا. لما نوصل للستة سيجما، يعني بمستوى ثقة يفوق 99.9999% تمام، منتجات سليمة، فهنلاقي لكل مليون وحدة منتجة في احتمال يطلع من 3.4 وحدة معيبة. فطبعا ده قليل جدا، عشان كده بنقول ان الجودة الشاملة فيها زيرو ديفكت، يعني عيوب صفرية، لان كل مليون لما يطلع احتمال يطلع 3 او اقل، يبقى هنا كأننا مفيش اخطاء او مفيش عيوب. وده كان الموضوع الاضافي اللي ضفناه لحضراتكم، وكل عام وحضراتكم بخير.